فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يجوز بيع وشراء الفهد الصيود أو هو؟ لا، ما يجوز بيع الكلاب، لا الفهود ولا غيرها من كلاب الصيد، ولا حتى الصقور ما بيجوز بيعها، سباع الطير، سباع البهائم ما يجوز بيعها. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكلب، ثمن الكلب، نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. نعم.